يعني شو ما بدك أنا جاهز على كيفك. حيان. أيوة. فيك تجي معي دقيقة؟ عن إذنكم برجع. شكلي ما بتلبق لي الحفلات. لك شلون انعست بكير؟ يعني روحي بدها تدق وترقص، بس جسمي جسم معلمة متقاعدة. باريس، شو رأيك نقوم نمشي؟ صار وقت نومتك عمو؟ منمشي، بس مناخد أخي كمان لأنه ما بينترك هون لحاله. لوين راحوا؟ شفتهم فاتوا على المطبخ. أمي أنتي منلاقي لك بريد. إيه ماشي. مو هذا اللي اتفقنا عليه إحسان؟ شو عم تضحك علي؟ الشغل ما بيمشي على كيفنا. لما قلت لي حيان دبر لي عشا المسلسل صوتك كان أوطى. شو صار؟ مفكر إنه كسبت الجماعة ومالك بعاستي هلا؟ حيان لا ترفع صوتك علي. طول بالك، لسه بدي ارفعه كتير. بكرة بتصل بعمي جلال وبخليه يمنع أي كومبارس عنده يفوت على محلك. تمام؟ خليك عاقل. مين أنت ولك؟ ها؟ أخوك مشهور، بس مين أنت؟ ما تهددني ولك، شو مفكرني قدامك؟ ايه بايدك عن اخي ولك. باريش، باريش اهدى. تمام اهدى باريش، اهدى شوي. هذا واحد مو مستاهل، لا تحط عقلك بعقلك. هون الاجواء متوترة كتير. خلينا نمشي. شو رأيك نطلع؟ خلص امشي، ما يهمك. واحد بلا شرف، بلا شرف. بس بسيطة، انا بورجيك قيمتك برو. انت كمان قول لكل رفقاتك ما حدا منهم يجي على هذا المكان. انت علقتنا معه لهتافة، وليكك ما شاء الله ما نسيت تاخد منه المصاري قبل ما تمشي. شو فيها اذا قبضت حق تعبي برو؟ لا خلصنا بلا حكي فاضية. باريش، هي اجى التاكسي، يلا. لك انت كنت زلمة تعيب؟ شو صار لك هلا؟ اخي اللي كنت فخور فيه صار واحد بيتفق من تحت لتحت وبيقبض كوميسيون؟ يلا خلص ليكني ماشي. ميران رح وصلوا على البيت وبالحقيق. ايه تمام. بيضحك ما هيك؟ شو اللي بيضحك؟ مو بيقولوا لما ينشهر الواحد بيتغير؟ أنا صرت مشهور وأخي اللي تغير. ما في شيء اسمه تكبري بالحياة يا مساعدة. أنت وعم تكبري من جهة بتصغري من الجهة الثانية. بلا ما تروح عليك نومي هون. ما بدك يعني شوف أخي وقت يرجع. وصلت الرسالة. صباح الخير. ما تمشي. خليكي عندي الليلة. هلأ مطفية الأضوية، بكرة بس تضوي الفلاشات ما رح تشوفني.
أهلين؟ ما بعرف اللوكيشن الجديد، ممكن تتصلي فيهم وتقولي لهم يبعثوا لي سيارة؟ تمام، هلأ بتصل. وكنت بدي أسألك، ومشان الفيلم الجديد لميس خبرتهم أني ما قبلت؟ ما بعرف، لسه هي وصلتي على الوكالة، أول ما أعرف بحاكيك. لا مو مشكلة، أنا بشوفها للميس. غيرت رأيك يعني؟ إذا عم تفكر إنه تقبل الدور لازم نتصل ونخبرهم بأسرع وقت. لك لا، شو هالحكي الفاضي؟ أنا لما أحكي كلمة ما بتراجع عنها. أنت معصب مني شي؟ وليش لحتى أكون معصب منك؟ المسلسل الجديد اللي رح يبلش، شلون رح يكون الريتنج تبعه؟ شو كان اسمه؟ تحدي الحياة؟ ايه، لميس خانم كانت قايلة انه البرومويات كلاسيكية، وانتو بالعموم عندكم نسبة متابعة عالية وثابتة. هيك بتقولي؟ اكيد. ما علينا، انت لا تتصلي بالشركة ابدا، انا بروح لحالي. بارش. ايه. ولا شيء، خلاص شوفك. لا تكوني ناكرة للجميل، يعني منبعت لكم ممثل كرمال سطر واحد، انتو كمان دبروا الكرفان لو سمحتوا. هلأ لا تتحججي بالميزانية. لميس بمكتبة؟ أهلا وسهلا. أهلا فيك. لا برا، بس رح ترجع قبل الخمسة، بتكون بمكتبة، عندها اجتماع مع منتج مسلسلكم. الله يستر من هالاجتماع. هيك على الأغلب. ما علينا، بمشي قبل ما يجي جهاد، لأني ما رح أتحمله إذا حكاله كلمة هيك أو هيك. يعني أنت الوحيدة اللي بتعرفي وضعي. تمام بارش، ما تنرفز فورا، الأعصاب مشدودة خلقها. تمام، إذا ما عندك شغل تعي نشرب شاي على التراس. تمام، معناها رح أجيب التابلت. تفضل. يلا. ألو، أهلا وسهلا. إيه تمام. بدك جبلك قهوة؟ ما رح نحكي يعني؟ بشو؟ بخصوص مبارح؟ أنا آسف إذا سببت لك أي إحراج. لا مو هيك القصة. يعني كنت معصب من أخي وشربان وخبصت بلحظة، كرر اعتذاري منك، ما رح تنعاد مرة تانية وعد. نحن منرتاح مع بعض بلا ما نخرب هالشي. فينا ننسى ليلة مبارح ونرجع مثل قبل؟ لساتني متكركب من قصة الفيلم، يا ريت لو ما رفضنا. يعني أنت كنت حابه وأنا أثرت عليك؟ لا مو أنت، لميس كمان قالت ما تقبله، بس بعد ما نزل الريت تمنيت لو إني موافق. أنت ما رح تضيع لأنه ما مثلت بهالفيلم بارش. أنا بعرف منيح قديشك ممثل موهوب وبتحب شغلك، ويلي عنده هاي الميزات أكيد رح يضل ناجح. دجلة، أجت مديرتك وخلقها طالع، قلت بخبرك.
امشي. مشي؟ ايه راح. خبري بكر يمسح مكتبي لأنه الهراهير بكل مكان. الاجتماع مو منيح كان؟ ما في شي جديد، نفس جفاصته المعتادة. كيف جفاصته المعتادة؟ ساعة بده يقلع المخرج وساعة السيناريست وساعة بده يطول ويقصر، وأنا شو بيقول عني؟ عم يشتغل شغله وهيك بيأشر علي بكل غلاظة. بس يخلص حكاية خيال وعد شرف ما رح شغلك مع هالزلمة مرة تانية. حاسس حالي عم بختنق لميس، بدي روح. ليك بارش دجلة الحقيقة بلا ما يعمل شي بلا طعمي، اصلا ما في شي ماشي منيح، ما رح اتحمل مصيبة جديدة. تمام. وبكر انا بخبره. تمام. بارش انا اجيت لحتى ما تعمل لك شي مصيبة. ايه وانت اللي رح تمنعيني؟ شو متوقع مني يا مساعدة؟ اني اسرع بسيارتي او اتخانق مع حدا او اضرب الحيط بوكس واكسر ايدي؟ لا ما بتعملها، بعرف. بيسبوني على السوشيال ميديا، ما فيني جاوب. المنتج بيحكي شروي غروي، بدي اسكت له. انا مخنوق، عم تفهمي علي؟ مخنوق. أنا بحاجة لشم شوية هواء. لوين بدنا نروح؟ بارش لوين؟ ليش اجينا لهون هلا؟ لنصرخ. لا ترفع صوتك على العالم بارش، مسيك اعصابك بارش، اهدى شوي بارش، كل ما زادوا اكثر كل ما تراكمت اكثر. بعدين بيتجمعوا هون وبيضغطوني. انت ما في صرخات جواتك؟ ما بعرف، بجوز ما في. ما حدا بيسمعني هون، فيني اخذ راحتي وصرخ باعلى صوتي. مين اللي على الباب بنص الليالي؟ ما بعرف مين؟ أنا يا مساعدة. بارش؟ بعتذر ما كان عندي مكان تاني رح له. ميرا لا تأخذيني إذا سببت لك إزعاج. ولا يهمك، أنا رح أرجع نام. نامي نامي أنت، فوت تفضل بوطاك. شكله الوقت مو مناسب، أنا رايح. لا وقف وقف، أنت أقعد، رح جيب لك كاسة مي وأجي. فوت. رح أحط لك يا عون.
تعبت كثير لحققت اللي انا واصل له. الكل عم بيقولوا اكتشفوه فجأة وانشهر بسرعة، بس مو صحيح هالحكي. اشتغلت عالتال، اشتغلت بورشة، اشتغلت معمرجي. بتعرفي مرقت علي ليالي كتير ما كنت أعرف نام. كنت عم فكر يا ترى رح صير ممثل مشهور، ويا ترى رح تكمل معي إجرة البيت هذا الشهر. بعرف هلأ جانب فيني بيقول عيش واستمتع. الناس ما كانوا شايلينك من أرضك قبل، بس هلأ العيون كلها عليك. وبيقول لي روح على النوادي اللي ما كنت تسترجي تمرق من قدامهم حتى. يعني عيش حياتك، سوق سيارتك وانبسط فيها. ما أعتقد أنه هدول من حقك. بس أحياناً بتعب، يعني من كوني بارش الممثل المشهور. أما هون بس ببيتك بكون بارش. ما تحرميني منه إيه؟ لو شو ما صار يصير. إمتى ما حبيت تجي تعال، فيك تضل قد ما بدك. إذا بتحب تحكي منحكي، ما في مشكلة. إذا ما بدك منضل ساكتين وبس. طيب رح نام وأنا بعرف إنك بعيدة عني كم متر، ووجودك جنبي هو بس اللي بيريحني. تصبح على خير. بارش، عم تدقع موبايلي؟ ايه، ردي علي. لكن رح رد. المساعدة؟ ايوه نعم. لما قلت لك ضلي امبارح منيح انه رفضتي. انتي تستاهلي اللي احسن مني بكتير. وحدة محبة كتب مثلك وهيك دارسة ومتعلمة، مو مثلي أنا اللي بضل بتورط بمشاكل على طول. يعني أكيد كنت رح زعلك مني كتير. كنت بتزعلني؟ ليك إذا شي يوم صار عندك حبيب خبريني لبطل أجيب.